بنات قبل ما نبدا لكم ستوري ديال سكين كير ديالي اللي غنمشي نديرو دابا، حبيت نوريكم هاد البيجاما ديال الفيعه. هادي ها هي اختي، شفت البيجاما ديال الفعه اختي؟ بيجاما ديال الفعه ها نتوما، ولي لونتي صفرين حتى هما على الفيعه. ها نتوما كي جاتكم البيجاما البنات، ها نتوما غنقف نوريها لكم كي جاتكم. البنات سكين كير ديالي ديال اليوم غادي نديرو بهاد لي طوا برودوي اللي وريتكم البارح، ديجا هضرت لكم عليهم. هذا المقشر البيلينغ، وهذا الماسك ديال سانسيليس هيدرا اسانس اللي كنتو كارطبي عمق، وهذا جيل نيتوايون. جيل نيتوايون غادي نديرو هو الاول، عاد غادي ندير المقشر وغادي ندير الماسك ديالنا. فخليكم معايا نمشيو نتهلاو شي في لابو ديالنا. وباش عجبني الحال وصيفطوا لي معايا هاد لاتخوسه ديال سانسيليس حتى هي ها نتوما، هي هذيك غادي ندير فيها لي برودوي، نجمعهم فيها كاع لي برودوي اللي غادي ندير اليوم في سكين كير. نمشي للدوش نتهلا في وجهي ساختي، يلا هكا وهكا بلاتي ونسدوها من هنا. ها هي لاتخوس ديالنا فيها لي برودوي ديالنا اللي غنخدمو بهم دابا لابو ديالنا، ونمشيو يلا نشارك معكم ماي سكين كير روتين. اجي ونعتنيو بالبشره ديالنا بلي برودوي ديال سانسيليس. اول حاجه هاد جيل نيتوايون غزال، بالنسبه للبشره ديالي مختلطه كناخذ هاد الخضر، كيعاوني بزاف انني نقي البشره ديالي، كيوزع الدهون في البشره، كيعاونك انك تخلصي من الحبوب وانتي بوان نوار كذلك. كما كتشوفوا كنبقاو هكا بحركه دائريه ومن بعد كنغسلو. دابا نمشيو لهاد المقشر الغزال لي على باز ديال الشاربون والفيتامين سي. كما كتعرفوا الشاربون والفيتامين سي معروفين بالتبييض الترطيب، وكيعطيو ليك لا واعر للوجه. فكنقشروا لابو ديالنا بهذه الطريقه، كيعاوننا ان نزيلوا الجلد الميت والخلايا الميته من البشره ديالنا باش تنقى وتخفاف وتكون جاهزه انها تستقبل الماسك ديالنا اللي غنديروه من بعد بحركه دائريه لمده واحد 10 دقائق ومن بعد نغسلوه. وهذا هو الماسك ديالنا كيف كتشوفوا، ايدغا اسانس. هذا الماسك كيعطي واحد ليدغاتاسيون بعمق بالنسبه لهاد الوقيته هادي ديال المشتى، فاش كتكون لابو مقشره كتكون لابو ناشفه، فديروا لها هاد الماسك ورحموني. فاش كتكوني تابليكيه كتحسي بواحد الرطوبيه واعره، ابليكيه وخليه واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه في وجهك، كيخلي رطوبيه بزاف فنه، كتخلي لابو ديالك بحال لي بيبي الصغار. ومن بعد كنمشيو كنيدغاتيو لابو ديالنا بهاد لو جيل سوربي. هاد لو جيل اللي فيه ليكسترا ديال لالوفيرا وفيه لاسيد ديال ليرونيك اللي معروف بالترطيب، فهذا كيتابع لذاك الماسك الاخر. بجوج كاينين في لاغام ديال ايدغا اسانس ديال سانسيليس كيرطبوا البشره بزاف. دابا كنحس بوجهي منتعش يا اختي ومشرق، شوفوا ليا النضاره، شوفوا ليا ليكلا، ففريمون كيرطبوا مزيان وكيعطيو واحد ليكلا مانيفيك لابو ديالك. عرفتوا البنات راه ما يمكنش هاد الماسك شحال كيرطب، ملي كنحس بالبشره ديالي كتزلق والله العظيم البنات، ما يمكنش ما يمكنش. ندار البشره مسكينه اللي كاليا الدق اللي فيها القشور اللي ناشفه في هاد البرد، فريمون والله العظيم الا تشوكيت البنات فريمون كيعطي واحد ليكلا لابو واعر، وكيعطي واحد الرطوبيه الله فريمون البنات. ماسك واعر واعر بزاف. البنات اللي سولتوني من خديتها، خديتها مقصريش عزيزه من كنت اختي نوجد جهازي، شريت كاع بيجاماتي من تما، وشريت داك البي داك عرفتو داك رواق المناره واحد رواق احمر شي قبال قصريت عزيزه، هذاك خديت منو كاع. انا صورت لكم فيديو ديال الجهاز غير تسناو. المهم غنحط لكم شويه بشويه غدا، نحط لكم فيديو ديال التجهيزات حتى نكمل كلشي، عاد نحط العرس وعاد نحط الجهاز. ما نبقاش نغبر الحبيبات ديالي، على غبر تعرفوني راكو غير راكو عارفه غير كنتشغل شويه مع الكوزينه مع هذا. ما شاء الله راني كنوجد لكم فيديوهات في يوتيوب بزاف ان شاء الله. راني دابا كنسالي غير كما قلت لك في الستوري اللي قبل، كنسالي التجهيزات ونبقى نحط لكم ديال النصائح. راني ما نسيتكمش، بقاو عليا البنات في اليوتيوب نسيتينا النصائح، زوجت ما نسيتكمش. انا باغي نحط داكشي ديال التجهيزات نتهنى منه عاد نولي النصائح. عندك بزاف جزائريين يتابعوك شي دوبل اختي، ما ديريش على السياسه باسكو راني نشوف لي دو. شوف اختي العزيزه انا مقتنعه بلي الناس ماشي بحال بحال. واحد الوقيته الصراحه كانت عندي حساسيه من الجزائريين حيت كانوا يسبوني بواحد الطريقه، كيشوفوا القفطاني بقاو يسبوا يعيروا، ولكن صراحه ملي درت يوتيوب شد دعم كبير من الجزائريات وحب كبير من جزائريات المغرب، فديما كيجوني رسائل منهم كنبغيوكم وكنحبوكم الجزائر وهذا. فاقتنعت انه ماشي كلشي بحال بحال، سي فري كاين جزائريين كيسبونا وكيعيرونا ما كيحملوناش،
ولكن ما نساوش انه ماشي كلشي بحال بحال. فبعد البنات اللي متابعيني كلهم محترمات ظريفات مزاجاتهم زوينين كيهضروا على مشاكلهم على فهمتي داك السياسه كتبقى بعيد. فكلنا عرب وكلنا مسلمين وكاين كلشي عفيه وفيه ما نقدروش حنا نجمعوا ونخلطوا ونقولوا كلشي ماشي زين حاشا. فنتمنى ان هاد الخلافات تنتهي. واش غادي نقول لكم احنا جيران ونص المغاربه مزوجين جزائريات والعكس. ف احترامي للناس المحترمه اللي كتبعني اما داك اللي كيسبوا هذا ف اللي فيهم كافيهم. اختي الله يرحم ليك ماماك امين. الا ما قولي لي وقف عليا شي واحد وبغى نمرتي شنو ندير كيفاش نتعامل؟ الله يسهل عليك ما جاوبيني. شوفي نقولها لك مثالي زعما انا جو سوي كونتر ديك القضيه ديال الدري من السرجه تاع الطوموبيل بقى لك اه زين زيد تمشي عندو الطوموبيل هذيك اكبر دل ومسخ يا بنت الحرام اكبر مسخ هو هذاك. اما الا جا وقف عليك شي دري محترم بانت لك فيه ولد الناس ومعقول يعني شوفي سيماهم على وجوههم تقدري تعطيه النمره ما فيها حتى شي حاجه. ما بالكش مكارود الحرام ما تشوفيش حتى فيه. اما الا بالك محترم زعما وعجبك كما نقولوا ما عادي تقدري تعطيه النمره بشكل محترم. الا طلب منك بشكل محترم سلام اختي عافاك نقدر نهضر معاك بغيت نتعرف وناوي المعقول هذا ولا عجبتيني هذاك تكتب الزين ما تشوفيش حتى الشوف اختي. المهم كان محترم صراحه وهضر بطريقه محترمه ما فيها حتى شي بس بالنسبه ليا. انتي اسعى يا ام قلب اسود. بزاف البنات كيسولوا على كريم تبييض المناطق الحساسه واش كاين في الجزائر ودخلوا بزاف الجزائريين تيسولوا مع الاسف ما كيديروش ليفغيزون خارج المغرب ولكن لا تعرفي شي مغربيه راه تقدر تسرقوا لك. فعلى ذكر هاد لاكرين فيداج كانوا جاوني بزاف تساؤلات على ودو الوغ البنات اول حاجه هذا ما كيندارش لداخل كيندار للاستعمال الخارجي. هذا كيندار باش كيبيض المنطقه الحساسه يعني البلاصه اللي كتحيدوا منها الشعر مثلا فاش كديري لاصيغ اولا هذا كديري مورها كريم فيداج. كريم فيداج الا بغيتي يكون عندك نتيجه فعاله خاصك مرتين في اليوم كيف كندير انا داك التريتمون ديال 3 شهور ديالي قبل العرس وانا كندير كريم فيداج فريمون البنات كيعطي واحد التبييض رائع كيعطي واحد الترطيب رائع اون بلوس دو سا داك الجلد فاش كيكون مترهل بلاصيغ اولا نسى لي ولدو اولا هذا فيداج دقه طلع. فراه كاين في المغرب فين ما مشيتو كاين في لي بارا فارماسي ما لقيتوش تقدروا تكوموندو من عند لاباج كوملوجي يدير لكم التوصيل لجميع انحاء المملكه. بالنسبه للبنات قالت لك بغيت شي حاجه لزياده الوزن. شوف اختي اول حاجه غادي تاخذي سيرو بير فيتال وسيرو نورافيت زوينين بزاف انا كنستعملهم باش كيحلوا لي الشهيه. شوفي وبالصباح غادي تجيبي شوفي غادي تجيبي التمر وتجيبي البنان غادي تجيبي واحد 5 تمرات 7 تمرات اللي قدرتي تجيبي بنانه كاس الحليب وتزيدي معاهم 3 د المعالق من المكسرات اللي كان غادي تجي معي مثلا زنجلان الكاوكاو السوجا حب العزيز سيريلاك الشوفان هادشي كامل تديه وطحنيه وتبقاي تشربي كاس بالليل كاس بالنهار كديري 3 د المعالق بالنهار 3 د المعالق بالليل مع كاس حليب بحال هكا ما يمكنش ما تغلاضيش مع كاس الحليب فيه البنان والتمر راه امبوسيبل ما تغلاضيش. وحاولي انك بالعشاء تعشي بالبطاطا مسلوقه والبيض المسلوق والفرماج والروز. حاولي انك تكثري من المعجنات الروز لي بات البطاطا مسلوقه المهم كثري من الحوايج اللي فيهم لي كالوري بزاف زيت املو حتى هي كتنفع. المهم غندير لكم فيديو جديد ديال زياده الوزن. قولي لي واش نخير الراجل ولا الخدمه اللي نحبها؟ نحبك انا من الجي ما عرفتش الصراحه لي ديتاي ديال هذا ولكن علاش الراجل اللي تحبي غادي يمنعك من الخدمه اللي تبغيها نورمالمون الا كانت خدمه شريفه وما كتعارضش زعما التقاليد والدين وهذا فعادي تقدري تخدمي يقدر يخليك تخدميها زعما الا منعك زعما علاش غير لانه كان قاد بيك وقاد توا يعودك على الخدمه والصالير ديال الخدمه ديك الساعه تقدر تجلسي في الدار. اما يجلسك في الدار ويخصك اختي ما عندوش الحق يخرجك من الخدمه. مانيش عارفه اختي بالتفاصيل الحكايه ديالك فتا تقولي لي التفاصيل ونقدر نحكم. رجاء قولي لي كيفاش نتصرف مع واحد النهار كامل ما صافش ليا ميساج حيت هو خدام كيفاش ندير تعامل معاه؟ شوفي تعامل معاه بنفس الطريقه هو خدام انت تدير راسك خدامه واخا ما كاينش خدامه جلسياش بدي الماء عند بدي بيتك خمليها ديري جلسي تفرجي ديري اي حاجه. المهم ما تبقايش جالسه تسني ميساج وما تبقايش تصيفطي له وتدعي له مخوت برزطي علاش ما صافش صيفطي كيملك وكيديكوتيك وكيعرف ما عندك عزه النفس المدلوله. فخليك عزيز النفس شويه ديري الله يخليك النفس انت راك حكيتي بول الكلب مع الارض جلسي يا اختي تديري راسك مشغوله فين كنتي راني مع صحاباتي راني مع العائله راني وخلي التليفون يصوني شويه. شوفي ملي يكون تاوي جبلي عليك جبلي عليه ملي يكون خشي ديالك الشان المرشان ولا لاتي مولاتي هذيك الساعه تديري له الشان المرشان وسيدي ومولاي يجبد عليك خصك تجبدي عليه تعلمي انك تعامليه بنفس السياسه او تعلمي انك تتنقصي من النقير داك كثره النقير وعلاج وعلاج هذاك ما كتجيبش نتيجه اللي كيجيب نتيجه هو الافعال حبيبه ماشي الاقوال. كلشي قالها لي ما عرفش بصح طع عليا السر يا عمري طع عليك واحد السر ديال الزواج ايوا عنده ما راجلك الله يبارك خليك ليله الحبيبه ديالي ناري اختي
شتي نسولك انا ما بقاش كنديها في الدراري كاع واش مزيان ولا هكا كنبان معقده. مزيان شوفي ما كاينش ما كنديهاش في الدراري حتى انا ما كنتش كنديها في الدراري حتى تستي عمر شوفي فاش كيجي الشخص المناسب كيحرك لك لي سونتيمون ديالك وكتلتفتي له دونك ما كتديش راك ما كتديهاش في داك البراش اللي ما دونك ما جاكش الانسان اللي كيحرك لك عينيك ويحرك لك قلبك ويلفتك حيت الانسان المناسب دابا ما حد ما تلفتيش راه ما عجبوكش ناري جا اللي يعجبك جي سيدي مولاي اللي حبوا الخاطر راجل رد عليه الخبر ديك الساعات معقده كي دايره ما غتبقاش معقده في اليوم تفتحها حلي كونت انت وعمر نتاع كوبل كيف في الخارج اختي نهار كونوا في الخارج نديروها اختي واش هاد القوم هذا نتاع تحلي كونت تاع الحب حنا غير درنا تصوير بيت النعاس في الكوزينه سلم عليا بجباجي ما تسلمش عليا في الكوزينه ما تورنيش برد كتبوسه واش هاد القوم ديال تنشري معاه الحب هاد القوم غير تعطيشي معاه العنف ولا فيولونس والو ولفوا تشوفوا في التلفازه الضرب والجرح وهذا قتلها هذا خانها ما ولفوش يشوفوا البوسات هذا يعنق مرته وهذا يبوس مرته كنولفنا نشوفوها كيف الخارج دابا باش تشوفوا النفاق فاش كيشوفوا كوبل ديال برا كيقولوا واو الرومانسيه الاتراك كيريقوا معاهم وفاش شافوك في المغرب يجي يبوس مرته قلت الحياه قلت هذا كاع ديال بيت النعاس نقولوا عندكم الصحه لاله ديال بيت النعاس واخا ولكن في الكوزينه فبرا حتى هذيك حرام اختي هاد المغاربه هادو وهاد الشعب العربي هذا اختي ماشي داير ديري معاهم لافي ديال الكوبل والحب والغرام ما يخليولكش ما يخليولكش تقول اختي راكي ترجمي العباد بالحجر جيتي فينا تبارك الله اختي انت ظريفه وقلبك بيد ما ديش على هضره هادوك المسمومين اللي ما عجبتيش تفقصيه لو كان ما كنتش فاقصاهم ما غيهضروش عليا فين ما مشى كنلقاو وجهي بالعكس كنفرح لي زابوني زيدينو كيتزادوا الخدمه زايده وكتزاد الحمد لله اللهم بارك وزيد في ذلك مقهورين خليهم ينقهروا خلاها ما حدكم حاضيننا وربي يعطينا شوفوا حسب نياتكم ترزقون والحسود لا يسود فزيدوا حسدوا زيدوا وصلت بهم الواقع انهم هزوا اللقاء ديال لاله مولاتي فاش كنا نبكي وانا وعمر الموضوع حساس بقاو كيالفوا فسيروا اللي فيكم كافيكم اللي فيكم كافيكم والله العظيم بلاكس انا كنشوف وكنضحك كنشوف راسي وليت حديث الساعه ولو كيهضروا عليا اكثر ما كيهضروا على والديهم كنشوف راسي كيشوفوني اكثر ما كيشوفوا دارهم بالعكس هذا بدات راه انجاز كبير فلو كان ما كانش بان محللي هنا ما غيبقاش يبلبل عليك النهار ومطار موتو مازال نزيد نفقسكم جايه ليا من عندي موهبه انني نفقس اللي مفقوس نزيد نفقسو نوحل عليه رجاء ديما انت انيقه وشابه وزيد بينت لنا بلي شاطره حتى في غسل الطار حبيت نسقسيك هاد المنتج واش كاين في الجزائر لا ما كاينش في الجزائر مع الاسف ما كاينش في الجزائر كاين في المغرب كاين في اوروب في اسبانيا حيت هادو منتجات اسبانيه عندهم لابوراتوار فين كيتصنعوا في اسبانيا وهذا والمدنداني والحاله ولكن ما كانش في الجزائر مع الاسف اختي خدلاني وراهو يدوي مع صاحبتي وراني شاكه بناتهم شي حاجه واش ندير باش ننتقم شوفي هذه ماشي صاحبه لكم كانت صاحبتك اصلا ما غتدويش معاه بلا شوارك انا مثلا صاحبتي قبل ما نتزوج زعما صاحبتي غتكون مع واحد وغتفارقي ويجي يهضر معايا زعما ونشاورها نقول له شنو نهضر معاه ولا لا وتقدر هي تقولي قولي شنو نقول له زكاره فيه نبقى انا مع صاحبتي ولكن هاد صاحبتك هاد الكلبه هادي هادي ماشي صاحبتك هادي كلبه حماره ماشي صاحبه هادي شنو ندير باش ننتقم جاوبيني ايوا الصراحه اش غنقول لك غتشديها غتشنش فيها غتريشيها زغبه زغبه يا اختي حتى الشعر يبقى طاير في السماء هادشي اللي غديري باش غتنتقمي زعما حاجه اخرى ما كاينش والله زعما ولا غتزياني وغتيدي وغتخليه تبالك تبان صاحبتك خيبو عحداك خليه زعما هالصحابه هادو واش سهلو تريش هاد النوع بنت الحرام ها هضرتي فين كتصداق رجاء عافاك جاوبي دابا انا وياه شهرين وحنا ندويو كان يدوي معايا زوينه ملي قلت ليه وبديت نبغيك ولا يجهني علاش بنت الحرام تقولي له بغيت نبغيك علاش انت تقولي له بديت نبغيك شوفي انا ما كنقولش الهضره باطل انا كنقولها ونعرف اش كنقول كنقول لك ما تعترفيش بالحب انت الاولى تقدري تبيني الاعجاب تقدري تهضري معاه تبيني له بلي الي سبيسيال بوغ توا وما كتهضريش معاه بحال هكا ولكن ما تقولوش كنبغيك نهار تقولي له نبغيك سبحان الله كيبرد ويلا بقى معاك في العلاقه غيبقى دائما يفكرك باللي انت اللي قلتي له كبغيك غيقول لك صافي انت اللي جيتي قلتي لي نبغيك ما تبانين له مدلوله فالراجل شوفي كيبغي المراه اللي كتكون بالتحدي بالنسبه ليه ديك المراه اللي ما كطيحش دغيا كيبغي يطيحها وشحال ما عانى باش يطيحك شحال ما طاح فيك كثر وزاد بغاك وحس بشي حاجه ملي غيديك اما انت تقولي له كنبغيك ودابا تخيل تقولي له كنبغيك ويقول لك كنبغيك انا بحال اختي بنت الحرام تخيلي واه زعما داك الصبع فيكم الدوده خاصكم دواء الدود جو الجيريان نتابعك من يوتيوب والله نحبك بزاف جو تيم انا جو تيم اوسي جو فوز ايم اوسي حبيبات ديالي لي الجيريان بنات المحترمه الجزائريه الكبيرات اللي كيتبعوني لكم تحيه خاصه مني و حنا نحبوكم
حبيبه ديري لا جوله في دارك، حبيبه غندير لك جوله في داري وفي منزلي نهار نتاتو مزيان، حيت داري مازال ما تاتاتش على حقها وطريقه. يلا رانا كنتاتو فيها شويه بشويه، راكو عارفين حنا عاد بادين شويه بشويه، نهار نتاتها مزيان غنشاركها معاكم وندير لكم جوله في بيتي وغرفه نومي وحمامي وكوزينتي. لا الكوزينه ان شاء الله ندير لكم جوله فيها، الكوزينه ناضيه لهذا الدار كامله مازال خاصه. واخا تسقسي عمر لولا بغيت نزيد في العضله واخا بلا بروتين. واختي صراحه ملي كتهضري على البروتين الا كتهضري زعما لي كومبليمون اليمونتير المكملات الغذائيه، راه تقدري تزيدي العضله وتريني حتى 5 سنين بلا ما تستعملي حتى شي مكمل غذائي. لي بروتين اون بودغ اللي كيتباعوا راه غير كيعاونوك باش تيكونوميزي عليك الوقت وتكون افيكاس في لا جورني ديالك. بحال دابا انت مورا لونطريمون فعاودي غتاخدي نتيا تمشي طيبي نتيا 100 غرام ديال الصدر ديال الدجاج ولا 150 ولا 200 غرام باش تريكوبيري مورا لا سال، غتمشي تاخدي سكوبا ديال البروتين اون بودغ ديرها مع الماء وتشربي بحال ضربتي غوبا واحد في اقل من 5 ديال الدقائق. واش فهمتيني؟ يعني لي كومبليمون اليمونتير عندهم واحد ليفيكاسيتي، ماشي حيت الناس كيستعملوهم باش كيوليو بديك الضخامه، لا ما عندها حتى شي علاقه، هذوك هي مكملات كيكملوا لك الغذاء ديالك. عافاك رجاء، كيفاش نتعامل مع واحد عنده فلوس وقاري وبغيتو يبغيني معلمه بنت عاديه؟ شوف اختي، بلا دا اول حاجه خاصك تحيدي من عقلك هادي انا بنت عاديه. دابا انت ما حدك حاقره راسك ومطيحه بقيمتك، راه ما غتبانيلوش في عيني. راه تقدري تكوني بنت عاديه واقل من عاديه وتعطي قيمه لراسك ويشوفك حسن داك اللي ما نعرف شنو. فخاصك تحاولي تحيدي من بالك هاد انا عادي وتحقري راسك، سورتو الا هضرتي معاه. كبري براسك، كبري بعائلتك، واخا ما نعرف يكون نويتو كنا ياكلوا غير خبز واتاي، ما عمرك تطيحي براسك وتطيحي بعائلتك وبالاصل ديالك قدام واخا قد ما يكون عندو الفلوس. بالعكس ديك الثقه في النفس وديك لا كونفيونس وديك كتكون عندك واحد الهيبه وقانعه براسك وراضيه براسك وكتباني للبنات شي حاجه. شحال من واحد كيجي عندك مشرط مكرط ما فيه ما يتشاف حاس براسو يقول لك انا والبنات كتشوفيه شي حاجه، كيجي عندك واحد لاباس عليه وحاق راسو يقول لك يا ريت تقبري بيا تشوفيه والو. فخاصك تعلمي انك تكبري براسك باش الناس يكبروا بيك. ودابا غادي نكمل السكين كير روتين ديالي مور ما درتو، غنكمل بهاد لا غام ديال الديتوكس قبل ما ننعس. هادي كتكون لا غام ليليه، كندير هاد البوستر هذا قبل ما ندير الكريم ديالي. هاد البوستر كيرطب كيعاون البشره باش انها تمتص الكريم. حرام الله، عرفتو زوين، فيه واحد الريحه طبيعيه كتخليه ينشف على البشره ديالك. هاد غادي نديرو نايت كريم، هذا نديرو النايت كريم ديالنا. هذا ديتوكس قلت لكم كتعاون انها تزيل لنا السموم من البشره ديالنا، البشره اللي كتكون اوندوماجي، البشره اللي كتكون مهلوكه، فكتحفز لنا الخلايا انها تخدم من جديد، كتحفز لنا الخلايا انها تخدم من جديد باش تعطينا واحد ليكلا، باش تعطينا واحد ترطيب. كما نقولوا الخلايا كتبقى دير خدمتها من بعد ما كتكون مسكينه متضرره بجميع العوامل الخارجيه والداخليه. وما نساوش الكريم انتي سيرن اللي هو كيما قلت لكم 3 انتي سيرن، انتي بوش و انتي ريد. ها انتما حتى هو في الغوز، تنحطو هنايا لي بوش ديالنا. فريمون البنات وليت عندي لي سان، وليت كنسهر وكنفيق بكري، راكو عارفين. الله هاكا غيب شويه، المهم ما ديروش على الضفار، صافي خاصهم يتبدلو. الله عرفتو فيه واحد الترطيب زوين. صافي ونكون جاهزه باش انني نمشي الناس، وغادي نبارطاجي معكم سميتو، نبارطاجي معكم لي كريم اللي درت من مور الدوش وهذا والبارفان اللي راني كنستعمل. تاخذوا فكره بلا ما بارطاجيت لكم هذا الشيء في يوتيوب، غنبارطاجي لكم هنا. الوغ بالنسبه لي كريم اللي راني كنستخدم مور الدوش، تقريبا كندهن لو كور ديالي بهادو ديال فيكتوريا سيكريت، واحد منهم واوسي هذا واعر، هذا جاني باك من عند اختي، هذا باك فيه فيكتوريا سيكريت ديال فيه البغوم ديالو وفيه لا كريم. اوسي عندي هنايا هاد لي بغوم ديال فيكتوريا سيكريت هادو كاملين، وهذا واحد ديال ميسا حتى هو زوين بزاف. هادو هما اللي عنده عندي ديال ايفروشي، ها هما حتى هما عندي ديال دوش وهذا، ولكن انا الصراحه لي جو بريفير هادو ديال فيكتوريا سيكريت، ريحتهم غزاله واعرين بزاف، كيخلي واحد الريحه واعره في اللحم. بالنسبه للعطور ديالي البنات ها هي، المهم تندير لكم جوله في عطوري. البارفان اللي انا كنستخدمو حاليا هو هذا ديال جاس اللي جاني من عند شوبينغ بيسلوى، راه كتجيب البنات كاع لي بارفان اوريجينو واي حاجه دلا مارك اوريجينال بغيتوها، كتجيب لي روجالي كيكو، كتجيب كاع لي مارك لي بيجاما ديال بري مارك، اي حاجه بغيتوها لي بارفان لي تيستور، فجبتو من عندها. اللي بغات شي حاجه تمشي لعندها تاخذ، راه عندها بزاف الحوايج زوينين فريمون والله العظيم، عندها داكشي زوين ما شاء الله. البارفان المعتمد عندي دابا هاد الساعه هو هذا قبل ما شختي نعس.
نتعطر اختي، انا تريح اختي، ندير لك خيمه اختي، عاتلي نعتي لي حدا راجلك يا بنت الحرام. شو نعتي حدا راجلك ريحتك خانزه يا بنت الحرام بالكوزينه اختي. لا 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 لا، قولي لي عاود في الاول تاع الزواج، المسخ المسخ نقي نقي اختي، نقي لك يكون ضرب سورتو كنتي يا بنت الحرام معفونه في ضربك من تزوجي. لا بنت الحرام يعيفكم شي خونك الكلبه. بنات بوغ لي ليفغ ديالي قبل ما نعس كندير هذا المرطب ديال لي ليفغ ديال كيكو، هذا زوين بزاف البنات، كيخلي لي ليفغ رطي طبيين. ها نتوما معسل زويون، فيه عرفتو لوكو ديال الكراميل واعر. الله تهلاي لي فراسك لالا، وتهلاي لي فلابو ديالك. سي فغي كنشقاو، سي فغي كنديرو الخدمه ديالنا. شوفي فاش كتكوني امراه ذكيه كتقدري تجمعي بين كلشي. شوفوا راه كتشوفوني جالسه في الدار صافي خبا، ما عنديش مدخول ديالي الخاص، عندي مدخول ديالي الخاص. ميم سي عمر الصراحه هو عندك عندنا ديك الفكره ديال الراجل هو يصرف ويدير كلشي، ولكن نبغي يكون عندي مدخول ديالي الخاص. راه ما تشوفنيش جالسه في الدار عندي داكشي ديالي، انا عندي ما يدحت لكم جالسه في الدار ما كندير والو، عندي حوايجي. شنو هي خدامه فهمت، هذا ماشي زعما ما كنمشيش كل نهار، عندي واحد الخدمه ديالي لي بيان سور، عندي صالير ديالي مونسيال، عندي الدخل ديالي الخاص، جو سوي انديبوندونت فينانسييرمون. اي باش تكونوا عارفين عمر مشى للدوش، انا غادي نكمل لكم على خاطري. شوفي سي تري امبورطون انك تحقق الاستقلال المادي ديالك قبل ما تزوجي. واخا الراجل يدير كلشي واخا الراجل يصرف، ولكن فاش كيشوفك عندك واحد الدخل ديالك راه والله العظيم البنات الا كيحترم اكثر. ما عرفتش انا كنحس انايا احسن ما تكوني معتمده عليه في كلشي. بغيت نمشي في الطاكسي عطاني، بغيت نمشي تشعري عطاني، بغيت تشري بارفان عطاني. سي فغي فاش شي حاجه راجلك يشري لك وانا نقول له عمر شري لي وعمر جيب لي وعمر مسكين ما عمره كيقول لي لا، ولكن كوميم تكون عندك المدخول ديالك الخاص. بغيتي تصيفطي لوالديك، بغيتي تشري الحاجه ديالك، بغيتي فهمتي، يكون عندك المدخول ديالك الخاص، تكوني انديبوندونت فينانسييرمون. الراجل ما كيقدرش يدير معك اي حاجه، علاش؟ كيقول كيعرف الا دار معك شي حاجه راكي انديبوندونت تقدري تستقلي عليه. اما فاش كتكوني معتمده عليه وما عندك لا حنين لا رحيم راه كيتسر كيقول الا درت شي حاجه راه وانت بداتك ما كتكونش عندك، واخا كتشوفي عليه شي بظلم ما كتقدريش تحركي. بزاف النساء ما كيخرجوش يتحركوا، علاش؟ حيتاش عندها الدراري وما عندهاش خدمه. فقبل ما تزوجي حاولي انك تكوني تستقلي ماديا، يكون عندك واحد الخرصه ديالك واحد هذا عاد. فكما قلت لك اختي العزيزه، واخا تكوني تشقاي، واخا تكوني تديري دارك، لكن كما شفتي درت الميناج وطيبت وسيقت ونفضت الدار كامله وخملت، ولكن هادشي ما يمنعش انك تهتمي براسك، انك تلبسي زوين. مازال بارطاجي معكم لي شوميز دو نوي اللي شريت. شوفوا باليزاتي عمرتها بلي شوميز دو نوي. فشوفوا البنات اللي مقبلات على الزواج، برعي راجلك شي داكشي اللي غادي يبرع تبرعي بها راجلك في الحياه الزوجيه. اختي داك القفاطن بزاف وتكاش تكاش كديموضا وقفاطين تكراوه صاحبتي. شنو ما تلبسي لي في الدار؟ كاين شي بيجامات، الا كاين شي شورطات سيكسي من الاخر بيني بينك اختي راني اختك. الا كاين شي الراجل هذاك ما ياتيري موكليه وشري له داكشي وبرعي بيني بينكم داكشي اللي كينفع صافي. شري لي تما القفاطن والبلاغي، انا بالي زعما عمرتهم بلي شوميز دو نوي بالشورطات بالبيجامات باللانجري ديالها. حنا سولتكم كاع حاجه في الدازه نحط لكم في يوتيوب، المهم دابا كنعطيكم كاع فكره عامه. عمري داكشي ما تشريش بيجامه وتجي تبقاي تما جالسه كثر لي حوايج برا، سورتو تكون عرفتي تكوني امك في الدار. الوغ بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش يشريو لي برودوي، اي برودوي ما عندهمش يشريو دي برودوي ديال الوجه، هذا شوفي تقدري تستعتني بنفسك من الدار. شوفي القماش بعدا مره اسبوعيا على الاقل غادي ديري قماش فيه القهوه او القهوه وسنيده زيت الزيتون او الليمون او زيت الكوك او اي زيت عندك. المهم ديال البشره غادي ديري قماش اسبوعيا، تخلي واحد 10 دقائق تقوم بوجهك، موراها ديري اي ماسك على حسب نوع البشره ديالك. مثلا انا فاش كنت هكا كندير ماسك مثلا ديال النيله الزرقاء واعره، النيله الحره تاخديها من عند العطار تخلطيها واخا غير مع ما ورد واعره بزاف. اولا ديري ليا ماسك بدانون مسوس مثلا وحليب نيدو والرز مطحون، هذا ماسك واعر كيعطي الاشراقه وكيعطي التفتيح. اولا ماسك الا فيك الحبوب كديري الدقيق ديال الحمص مطحون وكديري الخرقوم وكديري دانون مسوس اولا خل التفاح اولا ماور تخلطيهم وديري لوجهك. فكاين بزاف ما يدار يعني كاع ما كاينش العكس، باش انك ما تعتنيش بالبشره ديالك. كاين مكونات في الدار تستخدميها بحال هكا كيما قلت لكم، الرز مطحون الحليب بودغ دانون مسوس، هادو كاع مفيدين للبشره يا عزيزتي الفتاة. كنت كنديرهم انا بزاف الله على الفيعات، شحال فيهم تبرقيق وكبيرون شوم عليا تقاشرك فيهم لقريت قام اختي تقيشرات ها اختي الله قلعوهم من ديك من الحديده اللي في الناموسيه يا ربي شحال فيكم تبرقيك فين تخليوني انت اختي ها